اهلا وسهلا. سوليزون دارسيا متهاجمه بالدرب دور الرتور تاعو للبطوله بعد الكاس الافريقيه في مباراه دربي ضد الطرف. شوف المباراه هذيا الفيو تاع لي بريباراسيون خاطر نقول الشامبيونات كل بريس اكثر من شهر شهرين مع زاد البريستاسيون الباهيه نتاع لي جوار تاعنا اللي مشاو كوبا فيه كيما امير بنور وكمال وسام البحر. نحب نقول من عند دربي ستجور عند دربي من عند دربي مهما كان في أول ما في أول سيزان في آخر سيزان عند دربي يتحضر وحده ونوكه وحده كما شفتوا انتم ماك حضرتوا على ليزونسيان كيفاش واقفين شفتوا من انا قلت لهم حتى جوارات في لونترينمون اليوم حاجه ما كناش مستنسين بها من هذوما تبقى نحن مستنسين بها انا كشريكين من اونسيان جوار نلعب في الكلوب عند 20 سنه مستنس بها كل دربي ديك الجو شو حاجه باهيه بالنسبه للجوار حاجه خارقه العاده هذاك جونا في النوط خاصه في النوط كما قال هذاك جونا في النوط ولكن كما قلت جوار ماذا بيا كل جمعه دربي خاطر لو سيريو دو ترافاي مثلا لونترينمون تاع الصباح اول مره يحضر 18 جوار ديما فما في العاده تلقى شكون يقرا خلى قرايته ولا اللي عنده كذا خلى كل شيء فما هجوم فما ديربي ديما نقولوا ديربي لو ماتش دي جوار صحيح سي لو ماتش جوار كل جوار يحب يظهر في الديربي يحب يظهر الديربي يحب يوري روحه الجمهور يحب يوري روحه هو الكاباسيتي نتاعو وعلى ذاك نحن بالنسبه للديربي حاضر روحه وحده كيما شفت انا حتى شفت اللونغوما ولا شفت الحماس تاع الجوار ما غير نحن ما نحمسوهم بالعكس انا قاعد نقص النقص الموتيفاسيون نقص الحماس خاطر هما سيد الجوارات سور موتيفي وان شاء الله شفتوا نحن محضرين وامورنا كذا وربي يسهل ديك الموس شفت كيما شفت الماتش سورتو انه مش نلعبوا ساعه كيما ماشي البركه في بوك في اللي مهدي اللي مش حاضر المباراه هذيا من الناحيه التسكيتيه بالنسبه ايضا السلبي جورجي مش حاضر وايمن حماد مش نقول اول مباراه رسميه يكون باش نعرف والله يا ريت نحن تو لعبنا قداه ثمانية ماتشات وزيد غازي الغربي سيف مش مشكل نحن لعبنا تو تسعة ماتشات والحمد لله معناها تسعة على تسعة وان شاء الله معناها شفتوا اللي ميم جوار لعبوا معناها جبت ناس كذا معناها اللي باش يلعبوا بالذات على الجروب هذاك باش يزيد كان ايمن حماد ان شاء الله معناها احنا عندنا ثقة في جواراتنا شفتوا الجروب فيه ديجا ثروا جوار جونيور وسام معناها ابو اسمه سامع حسني زبير السايس وحمزه المهذبي معناها ديجا الجروب احنا وصلنا احنا توا وصلنا لدرجه في افريكا معناها سي با تري امبورتون شكون يلعب معناها عندنا ان جروب 18 جوار سي با شفتوا غازي تضرب عزيز ما قصرش معناها خذا البوست هذاك معناها حتى بدون ناقصين معناها جو فيدير عندنا ان جروب نحن بالنسبه لكيبنا سي تان سيستم شفتوا سي تان سيستم سي تان جروب واللي يلعب معناها اللي يلعب يكون حاضر هو اللي يلعب معناها كما قلت انت فما جوارات كي فون سابسونتي اللي مش حاضرين سواء ادمينستراتيفمون ولا فيزيكمون عندنا الوقت ما نساوش هذا سي لو نوفيام ماتش في لالي قدامنا روتور وقدامنا بلاي اوف ما نساوش عمناول تاع كامل ولانين وكذا سي بور سا خذينا الدرس تاع عمناول خذينا درس من عمناول اللي لازمنا نقسم مجهوداتنا العام كامل انا بيدي جور ترونجي ما حبيتش نخاطر بيه بالرغم هو يحب يلعب انا ما حبيتش نخاطر في نخاطر في ماتش نخسر جمعتين وثلاثه ما حبيتش نخاطر على ذاك ما نحن طولنا نخموا على عام كامل ما عادش نخموا على الي ولا ماتش وكذا من هذا البلوس امبورطون بالنسبه لنا باش نختم الحوار سيدي تاع ماتش ديربي كيما لوطا موتيفي حتى ذول الفوق لعبه شغل موتيفي باش نحكي على البيبليك هذاك لو كرون بوان تاع بروفيسيون الناس تو معاش تولي تخاف من اللعبه والماتش حتى الناس ولات تخاف من البيبليك اكثر سورتو نعرفوا ماتش ديربي وراه مش كيما فوت كيما هونز وراه تشعل كعب افلام ولا تطيش فلوس دي مينوت نجم يقف فيها حتى مباراه كلمه توجه الجمهور الافريقي من خلال راديو فرنسيا ومتداجمه انا كان لاحظت حاجه انتم حضرت لونترينمون انا دخلت في التقاليد نتاعي في لونترينمون سورتو الماتش هذا نلعب بثلاثة نلعب بأربعة شفتوها انتم في اللونترمان كل قايش كيفاش نلعب بأربعة ونلعب بثلاثة وليت نخمم على جمهور وانا نعرف جمهور تلك بوفريكا هو جمهور يحب جمعيته برشا وكان معناها حتى الواحد يرمي فلام انا سويسور ولد صغير ولا موش كلوبوس انا نداء كبير نادي الافريقي معناها جمهور يسمع يعاوننا انا كان يحبنا كذا يعاوننا باش ما خلناش نلعبوا نحسن ما يعطيش فرصة للادفيرسير كيما ماتش ليتوال كنا وصلنا نلعبوا بثلاثه كنا رافع سي بوان وشويه خسرنا الماتش ودي ديربي قبل نحبهم يعاونونا خليهم هما يغلطوا انا جو بريفير المره هذه خليهم هما يلعبوا نفسي خليهم هما يغلطوا معناها الجمهور بتاعنا سندنا من اول دقيقه لاخر دقيقه معناها هذا تري امبورتون ونحن عودنا فرحنا جمهور الكلوب ان شاء الله ديما نكونوا موجودين باش نفرحوا جمهور الكلوب ان شاء الله الميساج يكون وصل للبوتيك تاع الكلوب ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه مره ميرسي بون شونس